رجعنا لحضراتكم مشاهدينا علشان نتكلم في فقرتنا التانية عن دور الإعلام في دعم قضايا المرأة ودور الأحزاب السياسية برضو في دعم قضايا المجتمع وقضايا المرأة بشكل خاص. ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو هتكلمنا أكتر عن موضوع فقرتنا، وهي ده كان موضوع رسالة الدكتوراه بتاعتها، الدكتورة ياسمين جمال، دكتوراه في الإعلام وقضايا المرأة من جامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البداية خلينا نتعرف من حضرتك على دور الإعلام في تناول قضايا المرأة، بعد كده من خلال التناول ده أكيد بيساعد في حلها. طب حضرتك، أولا إحنا لما نيجي نتكلم عن دور الإعلام وقضايا المرأة هنجد أن دور الإعلام قوي جدا لقضايا المرأة، ويعتبر هو المحرك الأساسي لقضايا المرأة على الساحة الإعلامية وبالنسبة لمنظور الشارع، لأنه هو وسائل الإعلام بمختلف أنواع الإعلام سواء إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء، ومع التكنولوجيا الحديثة اللي حدثت ووجود شبكات التواصل الاجتماعي العديدة، كل ذلك أدى إلى طرح قضايا الإعلام على الساحة وعرضها للرأي العام بصورة مشرفة. عندنا مثلا قضايا زي قضايا التحرش كانت من القضايا الهامة جدا للمرأة المصرية، ومن خلال طرحها على الساحة الإعلامية جبرت أو نقول أنها جعلت لها مكانة قوية جدا من خلال أن هي اتخذ لها مكانة بالنسبة للقانون المصري. طبعا كان قضايا التحرش ما كانتش قبل كده ليها مكانة بالنسبة، كانتش مجرمة وفي قوانين بتتعامل مع هذه الجريمة. بالزبط. وده يرجع برضو للإعلام، لأن الإعلام قدر يسلط الضوء بطريقة صحيحة على القضايا اللي هي بتدعم المرأة وتحمي المرأة وتجعل لها مكانة حقيقية في المجتمع المصري. طيب حضرتك رسالة الدكتوراه بتاعتك كانت في هذا التخصص، فأكيد قريتي وتابعتي كتير من الأبحاث الخاصة بهذا الموضوع. طيب، فخلينا نتكلم عن الدراسات والأبحاث اللي اتكلمت عن دور الإعلام في تنمية والتعامل مع قضايا المرأة. حضرتك، هو بالنسبة لي أنا بالنسبة للدراسة بتاعتي هي كانت يمكن لدى البعض هتبقى مختلفة أو غريبة شوية، لأن يمكن أول مرة حد يسمع، هي موجودة بس مش أي حد بيتناولها. أي، بس أنا كنت حابة المجال ده، كانت حاجة بعنوان أيكولوجيا المشاركة التنموية للمرأة المصرية ومدى تفعيل دور الإعلام نحوها. هي أيكولوجيا دي عربي، أيكولوجي اللي هي باللغة الإنجليزية، هي أيكولوجيا كان تناولت البيئات المختلفة، البيئة الريفية، البيئة الحضرية، وازاي اختلاف البيئات، شبه دراسة مقارنة بيقول بيسموها، بس دي مش دراسة مقارنة. ده قدرنا نميز ان ازاي البيئات المختلفة بتساعد او بتشكل نمط المرأة، وكل بيئة رغم اختلافها فيها مشاركة تنموية للمرأة، المرأة فعلا بتشارك في التنمية. وتعتبر يعني، ومن الدراسة انا استلخصت او يعني استشفيت ان المرأة مش شريكة في التنمية فقط، ولكنها تعتبر صانعة للتنمية. لان حضرتك عندنا يعني البيئات البسيطه خالص زي البيئات الريفيه، المراه بتشارك في انتاج المحصول، بتشارك في الحصاد، بتشارك في تربيه الطيور، كل دي نوع من انواع التنميه. المراه في البيئه الحضريه بتروح للعمل، في دكتوره، في قاضيه، في مهندسه، في مختلف المجالات بتأدي دورها، برضو بتبقى شريكة للتنمية. فكانت دراستي نحو الموضوع دوت، وكمان كان دور الإعلام، إن إزاي الإعلام سلط الضوء بطريقة إيجابية للمرأة، وطرح بدل ما كانت الدراما الإعلامية، الدراما سوري أنا أسفة عفوا، الدراما كانت ماشية في اتجاه والإعلام ماشي في اتجاه، لا، في توحيد دلوقتي في الفكر، وفي توحيد على الرأي العام لمكانة المرأة المصرية. حضرتك برضو عايزين نتكلم عن دور الأحزاب السياسية في دعم قضايا المرأة، أكيد ليهم دور. أكيد طبعا. احنا ما بنتكلم عن حزب سياسي، الحزب السياسي اول حاجه فيه بيبقى تظهر اهميه الحزب عندنا، ان الحزب من خلال الاغلبيه في المجلس، مجلس شيوخ، مجلس نواب، بيبقى ليه السلطه كحزب سياسي قوي، بيقدر ازاي يدعم قضايا، مش قضايا المراه بس، ازاي بيقدروا يتناولوا القوانين اللي تمس المواطن المصري. بالنسبه بقى للاحزاب السياسيه، حضرتك في امانه في كل حزب سياسي، يعني سواء كان حزب اغلبيه او غير حزب اغلبيه، الاحزاب عامه امانه المراه دي عليها عامل كبير جدا، وحقيقه ان الفتره دي في حاجات كتير تظهر كدعم المراه المصريه، تدريب وتاهيل للمراه، فتح سوق للعمل للمراه من خلال بعض، طبعا حضرتك في بيبقى هيكل تنظيمي في كل حزب، بيبتدي من الامانه المركزيه لتصعيد، يعني بيتدرج لحد ما يوصل بيلمس الشارع والمواطن البسيط من خلال وحدات حزبيه بسيطه خالص في كل حي او كل منطقه او بمسمى كل اسم. طبعا بيفتحوا زي دعم للمراه من خلال المنتجات اللي هي الحرف اليدويه، المشروعات الصغيره،
كل ده حضرتك دعم وتأهيل للمرأة. أصبح الأحزاب السياسية ليها دور فعال، مش إن أنا دوري كمؤدية إن أنا أروح أبقى ناخبة إن أنا أدي صوتي في الانتخابات فقط، لا، بقت تأهل المرأة وتدربها من خلال ورش عمل بتفهمها يعني كان أتذكر حضرتك من فترة كده حوالي 4-5 سنوات كان المجلس القومي للمرأة ليه دور قوي جدا مع التعاون مع بعض الأحزاب والمستقلين كمان، وفعلا كان دور جامد وقوي لان هم عملوا زي ورش عمل. الورش العمل دي اتاحت فرصه لتدريب وتاهيل المراه على مختلف مش الاحزاب بس، خدوا مجموعه من المستقلين وكانت فتره تدريب طويله ولحد دلوقتي شغالين في الموضوع ده، بس انا مش عارفه بصراحه دور الاحزاب معاهم شغالين ولا لا، بس المجلس القومي للمراه برضو عليه دور يعني دور قوي جدا اكيد. الى جانب ده بيساعد المراه على تدريبها وتاهيلها وتنميه، طبعا يعني بيبقى فيه وعي بالذات ووعي بالسياسة، مش موضوع سياسة بس، في تثقيف فكري جامد جدا بالنسبة للمرأة، وده دور قوي فعلا بيقوم بيه الأحزاب السياسية. احنا كمان مهم جدا اننا نتكلم عن تمكين المرأة. المرأة اليومين دول او السنين دي الحمد لله بتعيش عصرها الذهبي، يعني بنقول دايما انه عصر المرأة الذهبي، فتمكين المرأة وأهميته بالنسبة للأسرة وللمجتمع. هو حضرتك احنا فعلا بنعيش يعني العصر الذهبي، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اطلق على عام 2017 كان عام المراه المصريه، وبالفعل ان احنا فعلا المراه المصريه بتعيش عصرها الذهبي. حصل تمكين او حدث تمكين في جوانب كثيره من الجوانب المجتمعيه وجوانب الحياه مختلفها، سواء تمكين سياسي سواء تمكين اقتصادي. في بعض القضايا الهامه للمراه مثل العنف مثل التحرش تم حلولها بشكل جذري، او يعني على الاقل يعني المراه خدت حقها كما يجب ان يكون. المراه المصريه اللي اهتم بيها كمان الدستور المصري، الدستور المصري لما حدث تعديل الدستور المصري في اكتر من 20 ماده تناولت حق المراه المصريه، وده طبعا حاجه تدل على تمكين المراه. المراه المصريه تقلدت الى مناصب قياديه كبيره جدا. طبعا وصلنا كان 2003 حضرتك طبعا كما نتذكر مع الساده المشاهدين ان كانت معالي المستشاره تهاني الجبالي كانت اول قاضيه. بعد كده سياده الرئيس طبعا في عهده واللي هو العصر الذهبي اللي احنا عايشين فيه وصل 98 او ما يقرب من 100 قاضيه تم تعيينهم، فده تمكين للمراه بشكل ايجابي وواضح. الى جانب برضو في عام 2017 وعام 2018 وصلت المراه المصريه لمنصب محافظ البحيرة أعتقد ودمياط، في نواب محافظين، كل دوت دلائل من أرض الواقع تثبت أن فعلا مستشارين لرئيس الجمهورية طبعاً. من السيدات الفاضلات كمان. يعني خلينا نرجع لدور الإعلام في دعم قضايا المرأة وقد إيه تأثير إيجابي أصبح إيجابي. حضرتك قلتي أن كان قبل كده الإعلام مش مهتم قوي بقضايا المرأة، لكن دلوقتي بقى في قوانين بتتغير او بينظر ليها بطريقه مختلفه بعد مسلسل بيتذاع، بعد برنامج بيتذاع، بعد بالزبط. حاله بنسمع عنها، فقد ايه ده مهم؟ طبعا هو مهم جدا، وده الفضل طبعا يعني الاعلام يعتبر ليه دور قوي في الحاجه زي دي، لان هو اثار الراي العام، ومش اثار الراي العام وبس. يعني حضرتك القضيه اللي كانت شهيره اللي هي كانت قضيه البنت اللي اتقتلت في الحرم الجامعي، طبعا احنا شفنا كده كده كان هيبقى في قضاء عادل وكده كده البنت هتاخد حقها، ولكن الضغط الضغط الراي امام الراي العام جعل فيه سرعه في اتخاذ الايه الاجراء اللازم. برضو عايزين نقول في قضايا عديده، مش موضوع العنف ضد المراه او التحرش بس، لا في قضايا عديده، موضوع المشاركه السياسيه للمراه، المشاركه التنمويه للمراه، الحاجات دي كلها كنا بنسمع عنها. برضو عايزه اذكر الساده المشاهدين في كان العنف الجسدي او العنف عفوا الجنسي. لما كان بيتقال حاجه زي كده او في اخبار او الناس تسمع حاجه زي كده يقول ايه اللي بيطرحه الاعلام ده؟ يعني ايه عنف جنسي؟ كانت قضايا شائكه ممنوع الاقتراب منها بالزبط. لكن اصبحت قضايا ممكن اننا نتكلم فيها بالزبط. لانها بتضر المراه زي ختان الاناث حضرتك. أيوة. ختان الاناث احنا فعلا في حلول كتيره جت لي، يعني ما بقاش في قوانين حد. دلوقتي بالزبط. بتجرم، وكان برضو الفضل كل ده برضو لدور الاعلام، دور الاعلام كان ليه دور قوي في حاجه زي كده، كان في حملات اعلاميه كبيره جدا واشتملت اماكن كتير جدا في المجتمع المصري ريف وحضر، فكان ليه دور طبعا في ان احنا نعالج حاجه زي دي او نلمسها او نطرحها للراي العام. اكيد دي من المكتسبات الكتير اللي حصلت عليها المراه في الكام سنه اللي فاتوا، في ايه تاني حضرتك شايفاه مكتسبات حصلت عليها المراه مؤخرا؟ لا هو من ناحيه ان حدث كتير، احنا لسه قايلين اول حاجه
كون الدستور غير المناصب غير الدستور غير القوانين. في بصي حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي عن فئه الشعب المصري كله، مش بنتكلم عن فئه معينه، مش بتكلم على فئه مثلا الناس اللي هي الطبقات العليا في التعليم، لا انا بتكلم عن الشعب يعني عن المجتمع ككل. المجتمع ككل حضرتك في قدره الست معلش تشتغل مناصب رغم انها حرفيه وبسيطه، لكن تقدر تطرح نفسها لسوق العمل وتشتغل. ايوه يعني اصبح دلوقتي لما نروح محل ونشوف في واحده جزاره، فبقى الموضوع مش مخل، ما بقاش ما بقى عادي، لا ده حقها وحقها كمواطنه مصريه انها بتتساوى زيها زي الرجل، وانها ده عمل طبيعي تعمل. كون انها تلمس حق من حقوقها ان هي انها تبقى متساويه مع الرجل، كون انها تلمس حق من حقوقها السياسيه ان انا اقدر اكون ليا صوتي كناخبه، برضو كان ليا صوتي ان انا اقدر ارشح نفسي، كل دي حقوق حضرتك هي قدرت تلتمسها، غير الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عليها سواء كدستور او كوضعها في مناصب متالقه يعني متناصب عاليه او راقيه في المجتمع المصري. كل ده يعني دعم قوي للمراه وساعد على تمكين المراه. دعم المرأة اقتصاديا حضرتك بتقولي، واحنا عارفين ان في مشاريع صغيرة ومشاريع متناهية الصغر ومشاريع متوسطة بتقوم بها المرأة، ده غير دورها طبعا في أسرتها. تمام. فدعمها الاقتصادي اللي بيأثر وليه مردود على الأسرة والمجتمع. بصي حضرتك هو في دراسات اتمت كان نسبة المشروعات الاقتصادية للمرأة المصرية ما يقرب من 51%، وده يدل على التمكين الاقتصادي. وعاوزين نقول برضو عشان يبقى إحقاقا للحق، تكافل وكرامة يعتبر من التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. في حملات كتيرة جدا زي 100 مليون صحة. كل دي حاجات ساعدت المرأة على التمكين الاقتصادي. المستثمرين، مش كل المستثمرين معلش، في مستثمرين بس بفئات مختلفة، العمل في مجال البورصة، كل ده دلائل تدل على ان المرأة المصرية مش فئة محددة، عشان السادة المشاهدين ما يشوفونا يقول لك دول بيتكلموا على فئة، لا احنا مش بنتكلم على مستثمرين اسهم او شركات عالية او مستثمرين كبار، لا احنا بنتكلم على بداية المجتمع المصري، الست البسيطة اللي بتجيب المنتجات وتعمل كروشيه، تعمل حرف يدوية في منزلها وبتعمل وتبيع، ده تمكين اقتصادي. بقى في بنشوف دايما في مشروعات ضخمة السيد الرئيس بيعملها، بيبقى زي موضوع حضرتك في شرم الشيخ لما كان في المؤتمر بتاع شرم الشيخ المؤخر كوب 27. ايوه بالظبط، اللي تغيرته مناخيه، كان حضرتك على موجود فيه زي منتجات بتتباع حرفيه ويدويه طبعا خاصه بالمنتجات الاخميم ومنتجات المحافظات الحدوديه، والسيد الرئيس كان يعني كان بيتفقد حاجات زي كده بنفسه لاهميتها، فده دعم قوي جدا للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديا. كل دي أدلة تدل على تمكين المرأة اقتصاديا، ومش فئة محددة. يعني مش بنتكلم على مثلا ليفل معين، لا احنا بنتكلم على المجتمع المصري كله، الشريحة بجميع الطبقات. بالظبط. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة ياسمين، يعني الكلام معاكي مثمر وجميل. ضيفتنا اللي كانت منورانا الدكتورة ياسمين جمال، دكتوراه في الإعلام وخاصة قضايا المرأة من جامعة عين شمس، نورتين. شكرا لحضرتك. بكده خلصت مع حضراتكم فقرات برنامجنا كله، فاضل بس اننا نخرج لفاصل صغير ونرجع نختم الحلقة مع حنان. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، ومصر هي أحلى شيء في عينينا، هي الجمال وهي الأمل وهي المنى، مصرنا الحبيبة، يا رب دايما نشوف مصرنا في سلام وأمان. وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، والحقيقة فقراتنا النهاردة يعني بنتمنى أن هي تكون نالت إعجابكم ورضاكم، هي فقرات قيمة وهادفة سواء من خلال زينة أو طعم البيوت، وهي فقرات كلها مكملة لبعضها يا مروة. يعني في النهاية بنقول أن شبابنا هم الأمل وهم المستقبل، وعايزين نهتم بيهم اهتمام كبير جدا من كافة النواحي. إيه رأيك يا مروة؟ مظبوط. يعني في بداية الحلقة اتكلمت حنان عن التركيز والامتحانات والأجازات وكيفية الاستفادة منها، وإحنا استكملنا الحوار الاهتمام بأولادنا عشان ما يتعرضوش لخطر الإدمان، وبعد كده ختمناها بفقرة الإعلام ودوره في تنمية المجتمع وتعزيز دور المرأة في المجتمع، كلها مواضيع تهم الأسرة المصرية. صحيح، وكلها يعني يمكن أعتقد في محور مشترك بين المواضيع كلها، وهي الحالة النفسية والهدوء. أيوة. النفسي والاستقرار الأسري، لما هيكون في ترابط وهيكون في استقرار أسري هيكون في حالة نفسية مطمئنة، أولادنا هيأدوا الامتحانات بنجاح وتفوق، مش هيكون في إدمان، هنبني الشخصية بناء سليم وجيد وهنحميهم من الإدمان. وبالتأكيد الإعلام هيكون ليه دور مكمل في دعم الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية بشكل عام. أكيد. احنا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، شكرا يا مروة ليك. شكرا يا حنان، وشكرا لحضراتكم، واستنونا بكرة فريق عمل جديد معاكم دايما، زينة وطعم البيوت.